خديجة الله يرحمها ويوسع عليها. بهذا نختم فقرة هذا البرنامج. نشكره الحسن نظاف اللي شرفنا بحضوره، سيان بليزير والله. قلت لك انا من بين الناس اللي نعتز بصداقتهم، وعلى بالك باللي نحبك من القلب. ماشي لا يعني طول عمرك يا اخو، والله بارك الله فيك. على بالي على بالي على بالك باللي نشتكي، وانا ثاني نصطلح كي نجي عندك هنا ما نجيش بزاف. صح ما تنهرش كثير في وسائل الاعلام، نصطلح باش تجي مرتاح. هذيك هي، وزيد مع الملاقات تاع ثاني يزيد صحفيين الحق ولله محترفين كي انت كي يزيد وهيب العامد ومعاد ثاني اوجه راهو معلم علي لوا وقوانين علي رجلهم وخونا ميدو جاي لك ميدو. اي والله شكرا لك، شكرا لميدو على ما قدمتونا في هذا العدد. نختموا بيزيد وهيب، نخليه هو عميدنا، نخليه هو الاخر. نعم كلمه اخيره تفضل تفضل. شكرا على الاستضافه رضوان، شكرا لكل من تابع البرنامج. سي ان بليزير ديجا مع يزيد وهيب لو دوايا هنايا اللي راهو هنا دي جورناليست. ربي يطول في عمره، ربي يطول في عمره ان شاء الله. سي ان مونيمون في لا بريس الجيريان. زاب زاب لا لا سيريوزمون والله نو كي تشوف دوكا هكذا صافي بليزير والله. فقط نضحيو كريم لوز هذا من كافي لا كازا والتام ستيلو بانجلترا، وتحياتنا يتبعوا فينا في انجلترا صافي. بعث لي شي دوكا قال لي دير له تحيه. تحياتنا ايضا بالمهدي ليزا بمناسبه عيد ميلادها، وتحياتنا لكل من يتابع البرنامج. شكرا لك، شكرا لمعاد، شكرا لميدو. نلتقي في الاسابيع القادمه او في الايام القادمه خلال الكان. معاد شكرا لك. شكرا رضوان، كنت سعيد كذلك مع الحسن ميدو مع بلاطو. تغير تغير وشرف لينا مع يزيد وهيب. رضوان فقط اللي عندنا اليوم يتابعونا ينتظروا تاهو المنتخب الوطني ان شاء الله. ان شاء الله سما من بالقاسم وحبيب مختار هذو من المحمديه مباريكو وعبد السلام اروما وناصر مولودية الجزائري حب الليلي والمنتخب الوطني. ماشي نورمال، ماشي نورمال. نتمنوا له، نتمنوا له انه بالليل يدي مباراه ان شاء الله، ونتمنوا المنتخب يفوز، ونتمنوا المنتخب انه يفوز. هذا هو هذا هو الاهم. مسك الختام زميلنا والقامه الاعلاميه يزيد وهيب، خليوك مسك الختام. نحيي كومان في شلف صاحبنا كومان، تحياتنا له. ونحيي بوهالي سيرفيون جينيرال في الليسي تاع السبيطار تاع القبه. تحيهم شو هذا سيلفيون جينيرال في السبيطار؟ ما فهمتش ليسي السبيطار تاع انا عمالي يعس الفرمليه. رضوان رضوان نغتنم الفرصه هذه تفضل باش نبعثوا ميساج للزملاء تاعنا اللي راهم يغطيو كاس افريقيا. نعم سمعنا باللي في الندوه الصحفيه الاخيره تاع النخب الوطني ومحرز المسؤول بالاعلام تاع لاكاف اللي يشرف على الندوه الصحفيه ما خلاهمش يتكلموا بالعربيه، اسئله بالعربيه ويعطوهم اجوبه بالعربيه. قول لهم يا صحابنا يا خوتنا الارتيكل 3 تاع لي ستاتيو تاع لاكاف يقول باللي لي لونغ اوفيسيال تاع لاكاف هما الفرنسيه انجليزيه انجليزيه والعربيه. يزيد يقول ويزيد يقول لي لونغ يوتيليزي في الجمعيه العامه تاع لاكاف هاد بالثلاث لغات زائد اللغه البرتغاليه ربعه. ويزيد يقول في نفس الماده رضوان قول بلي المشرفين على تنظيم كاس افريقيا هم مسؤولين ومجبرين ان يوفروا الترجمه احسن ترجمه وتكون من طرف المحترفين لي بروفيسيونيل في لا ترادكسيون. الجماعه تاعنا اللي راهم لهيه اللغه العربيه مسموح بها في سيتي لونغ اوفيسيال تاع لاكاف وما تخلوش هاد لي زوفيسي ميديا تاع لاكاف ما يخلوكمش تتكلموا باللغه لا لونغ عرب وهذا واجب عليهم هما. ورفعوا الدعوه لتما جماعه الجروب تاع بوكي تاع بوكي رفعوا الدعوه رئيس الكونفدراليه الافريقيه على التصرفات تاع لوفيسي ميديا تاع لاكاف تما اللي حرم تنطق باللغه العربيه. سيدي راسيزم هذه عنصريه. ودخلوا دخلوا اقراوا لي ستاتيو تاع لاكاف خذوا هذه الماده تاعتها ويقولوا له هاي الماده تقول بانه ولكن هنا كاين مسؤوليه تاع الاتحاديه الجزائريه هذا فريق وطني راه تما كان بعثه تاع الصحفيين ولازم مسؤولين يكون امه مسؤول تاع الاتحاد تما تاع الاتحاديه تاعنا اللي كان حاضر تما. صح كان يرد هذاك السيد البلاستون واضح ما يعرفش القانون ما يحرمش الزملاء
باش يطرحوا الاسئله بالعربيه والاجوبه يعطوهم بالعربيه. صح. نفس اللغه اللي مدوها بالفرنسيه والانجليزيه يكون ترجمان. ما تخلوهمش ما تخلوهمش ينحوا لكم هذا الحق. حقكم هذا حق للصحافه او وسائل الاعلام التي تغطي باللغه العربيه، لاني لا اريد ان اصب الزيت على النار، ولكن في دوتر جروب ناس بوزات لي كيستيون بالعربيه بالدرجة. وجاوبوهم بالدارجه ولا بالعربيه وجاوبوهم بالعربيه، ماشي غير في الجروب تاع بواكي وين كان الجزائر. هذه بطاقه صفراء، ما تخلوناش نخرجوا البطاقه الحمراء. على كل حال نلتقي اذا يوم الجمعه في حصه في قلب الكان عشيه لقاء المنتخب الوطني، على ان تلتقونا او ستلتقونا غدا مع زميلي محمد شيخي في حصه في قلب الكان مع ضيوف اعزاء. شكرا لكم، اشكر كل من ساعدني في انجاز هذا العدد على راسهم المخرج حمزه سلمي في المساعده، كل من عادل جو الله واسامه بوسنا امين محمد وكل الطاقم، كل واحد باسمه طاقم التقني ومهندس الصوت كلهم لالوما، وكل واحد نشكرهم على نجاح هذه الحصة. شكرا لكم، عبد الرؤوف شويعل أيضا في الإشراف. شكرا للجميع، نلتقي كما قلت غدا مع محمد شيخي وحصة في قلب الكان. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.